الابن والروح القدوس الاله الواحد امين. اخوتي واخواتي الاحباء، ليكن فرح الرب يسوع دوما معكم. سنتامل اليوم في قصه مرتا ومريم. قصه مرتا ومريم اللي يحدثنا عنها الانجيل اليوم تسبب لنا الانزعاج في كل مره نسمعها او نقراها، فهي تزعج البعض منا وتحير اخرين، خاصه عندما نرى انفسنا في مرتا او في مريم، او عندما ناخذ جانب هذه الاخت ام تلك. فبعض الناس ينظرون الى القصه من نفس الزاويه التي تراها مرتا، ويقولون بان مريم لم تفكر باختها، كان عليها ان تساعد مرتا في خدمه يسوع وتلاميذه، بانه عليها ان تشترك في الخدمه. واذا كان يجب ان نؤمن بان مريم عملت الشيء الصحيح، اذن من سيحضر الطعام ويقدم ليسوع؟ من سيقوم بهذا العمل؟ هذا العمل الذي هو تعبير عن المحبة، عن التقدير. فمرتا كانت تخدم الرب إذن. من جهة أخرى، هناك ناس ينظرون للقصة من زاوية مريم، ويقولون بأن مريم عملت الشيء الصحيح عندما اختارت أن تجلس بالقرب من يسوع وتتعلم منه، وخاصة أن يسوع نفسه يؤكد هذا الكلام عندما قال لمرتا بأن مريم أختها قد اختارت النصيب الأفضل. فهل نجرؤ نحن ونقول بأن يسوع كان على خطأ؟ بالطبع لا، لكن أين هو الخطأ في اختيار مرتا؟ لماذا يسوع ينتقد موقفها؟ ألم تكرمه وتستقبله جيدا؟ ألم تظهر له المحبة والاحترام من خلال خدمتها له؟ أين الخطأ إذن بما أن مرتا في الحقيقة حاولت أن تفرح المعلم، أن تستقبله بأفضل طريقة حسب رأيها؟ تعالوا نقرأ سوية نص إنجيل اليوم. في ذلك الزمان دخل يسوع قرية فأضافته امرأة اسمها مرتا، وكان لها أخت تدعى مريم، جلست عند قدمي الرب تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا مشغولة بأمور كثيرة من الخدمة، فأخبرت وقالت: يا رب، أنا تبالي أن أختي تركتني أخدم وحدي، فمرها أن تساعدني. فأجابها الرب: مرتا مرتا، إنك في هم وارتباك في أمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد، فقد اختارت مريم النصيب الأفضل ولن ينزع منها. امرأتان مختلفتان إذن، أسلوبان مختلفان، خياران مختلفان. الأولى تقدم بيتها، الأخرى تقدم إصغاءها، تقدم ذاتها. الأولى تدعو المسيح إلى الطعام عندها، والأخرى تقبل هي أن تدعى للطعام عند يسوع، تقبل أن تستقبل الغذاء الروحي الذي يقدمه يسوع لها. لكن لا يجب أن نظن بأن يسوع كان يفضل الثاني على الأولى، ففي إنجيل يوحنا مثلا مرتا بالعكس هي التي يذكر اسمها أولا. يسوع كان يحب مرتا وأختها ولعازر، ومرتا الصريحة والمباشرة في كلامها هي التي ستستحق من خلال إعلانها لإيمانها بيسوع أن تسمع هذه العبارة المهمة التي وجهها لها يسوع: أنا القيامة والحياة. لكن في ذلك اليوم اللي يكلمنا عنه لوقا في إنجيله هنا اليوم، تصرفت مرتا بطريقة لا يمكن ليسوع أن يوافق عليها. هناك مأخذين عليها: أولا أنها سمحت لأعمال البيت، لمتطلبات تهيئة الطعام، أن تربكها وتقلقها وتوتر بالتالي جو البيت كله، وتفانيها هذا جعلها عدائية أو عدوانية. فأن نخدم هذا الشيء إيجابي بالطبع ولا حدود للخدمة، لكن مرتا كانت تريد أن تطيعها أختها وأن تذعن لها وتعمل مثلها. نحن نقع كثير في هذا الخطأ. يا رب، تقول مرتا: أما تبالي أن أختي تركتني أخدم وحدي، مرها أن تساعدني، مرها أن تساعدني. بعبارة أخرى، هي تريد أن تقول، أو كأنها تريد أن تقول يسوع: يا رب، ها
هل تبالي إذا بقيت أنت وحدك لبعض الوقت؟ فإذا استمرت تتكلم مع مريم فهي لن تأتي وتساعدني في العمل. أي لدينا هنا شنو؟ أولوية الاهتمام بالأشياء بالأمور قبل الانتباه إلى الله نفسه. نقع في الكثير من الأحيان بهذا الخطأ. احنا نفكر أولا بالمردود الملموس، أي بالإنتاج بثمار عملنا الملموسة قبل المجانية، ونقارن دائما. احنا نركز إذن على المقارنة بين ما أقدم أنا وما يقدم أخي أو أختي، بدل أن نهتم أولا بالتفهم الأخوي. هنا نحن نناقض الإنجيل، فهذه المرأة مرتا التي كانت مقربة من يسوع، كانت تربطه بها علاقة أخوة وصداقة، هذه المرأة التي سمحت الهموم أن تستولي عليها، سمحت للمشاغل أن تستولي عليها. يسوع سيكلمها عن الخلوة الداخلية. مرتا مرتا، عندما نختار الشيء الأساسي أي النصيب الأفضل، هذا يكفينا ولن نحتاج إلى غيره، هذا هو الأهم، والباقي كله بعدين تجي. 2000 سنة بعد هذا الحدث ولا زلنا نعيش هذا الصراع بين الأختين. نحن لا زلنا نفرق ونميز بينهم، ونقول مثلا هناك ناس لهم طبيعة مرتا وآخرون طبيعة مريم، وكل واحد والنعمة اللي يعني أعطيت إلى. أو نتساءل ونقول في حياتي هل أنا مريم أم هل أنا مرتا؟ أو نقول أيضا في هذه الفترة أنا مرتا وأحاول أفعل ذلك على أفضل وجه، وفي يوم ما في المستقبل ربما عندما أستطيع سأكون مريم. إذا نفرق، يعني ما دام أني عندي قوة وشاب خلي أعمل وأقوم بأفعال إلى آخره، من أكبر ما عندي يعني قوة للعمل سأصلي. يعني نفصل بين مريم المصلية ومرتا العاملة. لكن السؤال هو هل يمكننا حقا أن ننتظر ونضيع الوقت قبل أن نختار النصيب الأفضل؟ يسوع ما كان يترك عمل الخير اللي يقوم به والشفاء إلى آخره حتى يروح يختلي يتغذى من حب الله، ثم بعد ذلك يأتي ويخدم. ألا يجب بالأحرى أن تجتمع الأختين، إذا مرتا ومريم فينا في داخلنا جنبا إلى جنب في كل لحظة من لحظات حياتنا؟ أليست مرتا ومريم هما مستويان لنفس الأمانة، يعني لأمانة واحدة، وجهان لنفس العملة؟ ممكن نقول لا يجب التمييز أو التفريق بينهم، وجهان لحب فريد واحد، وجهان لحب الله نفسه. إن كل أعمالنا ستكون جوفاء فارغة ومخيبة للآمال إن لم تكن تحوي على مجانية مريم. وكذلك كل سعينا أو رغبتنا في الحياة العميقة والصلاة والخلوة سيكون مجرد سراب ووهم إن لم تكن تحوي داخلها على واقعية مريم. فكما قالت القديسة تريزا الأفيلية في تعليقها على هذا النص في إحدى كتاباتها، إذن تقول: وحده الحب يمكن أن يعطي قيمة للأشياء، والشيء الوحيد الضروري أو النصيب الأفضل هو أن نحب إلى درجة لا يمكن فيها لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب. القديس أغسطينوس عبارة شهيرة تصف في نفس هذا الاتجاه أيضا، يقول: أحبب وافعل ما تشاء. أي إن من يحب حقا كل أعمال الأخرى لابد أن تتأثر بهذا الحب، فلا يوجد أي خطر في الانحراف عن طريق الحب. أحبب وافعل ما تشاء. لكن ماذا نعمل كي نستطيع أن نصالح في داخلنا بين الأختين مرتا ومريم؟ أعتقد أنه علينا أن نعرف بأنه في حياة كل واحد منا هناك بعدان يكمل أحدهما الآخر: استقبال الله وخدمة الله. أي أولا استقبال كلام يسوع في عمق قلبنا، وبعدها خدمة الله من خلال خدمة شعبه، خدمة القريب اللي يسوع نفسه ربط نفسه به عندما قال: كل ما تفعلونه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي أنا تفعلوه. هذان البعدان
هما غير مفصلين عن بعضهم، لأني عندما استقبل الله فأنا في الحقيقة أخدمه، وعندما أخدم الله في القريب فأنا في الحقيقة ألتقي بالله دائما أستقبله. هذا هو برنامج لكل الحياة في الحقيقة، هذا هو المثال الذي علينا جميعا أن نتبعه، أي الوحدة العميقة بين الصلاة والخدمة في حياة مقدمة للآب يهبها المسيح لنا اليوم أيضا، لأنه اليوم أيضا هو يدعو نفس عندنا، يأتي لرؤيتنا للقائنا، يطرق باب قلبنا، يأتي بيننا اليوم وكل يوم، لكننا نحتاج إلى الحياة بأكملها كي نتمكن من توحيد مرتا ومريم فينا أو الموازنة بينهما. لنتذكر إذن بأنه داخل كل واحد منا هناك أختان علينا أن نصالح بينهما، فنحن بحاجة إلى كل الحياة كي نوازن ونوحد بين الصلاة والعلاقة الحميمة مع الله من جهة، وبين خدمتك كل يوم بفرح وتفاني من جهة أخرى. أي نقص في أحد الاتجاهين هناك نقص في كل الصورة. ليساعدنا رب يسوع على أن نعرف كيف نصغي إلى كلمته مثل مريم، وهو النصيب الأفضل الأول، وكذلك كيف نعمل بها مثل مرتا بعد ذلك. لنطلب بركة الله جميعا كي يساعدنا، يساعدنا على أن نعيش كما كان يسوع في كل حياته يعيش ويتغذى، أي من الصلاة والعلاقة الحميمة مع أبيه، وكذلك من عمل إرادته كل يوم. آمين. والرب يباركم.